يا مساء الورد ويا مساء الفل ويا مساء الجمال على كل مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من سوبر ليج. حلقه بتيجي بعد مجموعه من المباريات الجامده جدا، بعد مجموعه من الاحداث الجامده جدا على مدار الايام اللي فاتت، رغم انه ما كانش فيه كلاسيكو مثلا زي اول الاسبوع بين ريال وبرشلونه، ما كانش فيه مباريات كبيره كتير على مستوى القاره الاوروبيه، لكن كان فيه احداث كبيره وطبعا صخب كبير جدا جدا على مباريات الامس، سواء مباراه السيتي مع توتنهام والريمونتادا بفوز السيتي وتالق نجم النجوم رياض محرز الفوز 4-2 في الدوري، اللي حصل لبرشلونه وريال مدريد في كاس اسبانيا والتاهل اللي كان سهل للبارسا وكان صعب بالنسبه لريال مدريد، وكمان المباراه التي كانت منتظره في الظهور الذي قد يكون الاخير بين كريستيانو رونالدو وبين ليونيل ميسي في موسم الرياض، ومباراه باريس اللي حقق الفوز على نجوم الهلال والنصر، لكن احداث المباراه كان فيها كلام كتير جدا يتقال. الحلقه هيكون الجزء الاول فيها خاص بالاحداث والقضايا والاخبار الجديده الموجوده على الساحه الاوروبيه والساحه العربيه، وفي الجزء الثاني هستقبل صديقي العزيز محمد عبد الجليل اللي هيشرفني وينورني ويكون موجود معايا في الكلام عن كاس اسبانيا وعن عده امور في الكوره الاوروبيه. كان العالم في انتظار هذا الكلاسيكو، ان صح التعبير كلاسيكو ميسي رونالدو، لانه زي ما في قيمه لبرشلونه والريال مدريد، في قيمه خاصه لكلاسيكو من نوع خاص بين ميسي وكريستيانو. كونه الاخير، كون ان رونالدو دلوقتي موجود في السعوديه وان ميسي هو اللي رايح، وجود نجوم كتير في ارض الملعب، الكلاسيكو كان الكل في انتظاره. كريستيانو نقدر نقول بشكل او باخر انه قدر يستحوذ على اهتمام الجميع. مان اوف ذا ماتش، مسجل هدفين، راجل مضروب في عينه، امبابي رايح يطمن عليه، احداث كتير وصخب كبير جدا جدا كان موجود حوالين كريستيانو رونالدو في المباراه. لكن مباراه زي دي مهم نطلع منها بشويه اخبار مهمه، شويه اخبار مهمه، الناس اتفرجت واستمتعت بالترقصات وبالاهداف وبالاجواء الجماهيريه اللي كانت موجوده، لكن الماتش ده احنا مهم نطلع بيه بشوية حاجات مهمة. أولا تأثير كريستيانو وحكاية كريستيانو في الملعب في المباراة دي من وجهة نظر الأوروبيين، لأن هنا هي النقطة. إحنا استمتعنا بكريستيانو على مدار المسيرة وبوجوده في الوطن العربي، طبعا كده كده إحنا حابينه، لكن هل الأوروبيين وهل الناس اللي حبت كريستيانو وجمهوره اللي في العالم كله كان عنده نفس الشغف ونفس الاهتمام ونفس المتابعة لكريستيانو مع النصر السعودي وفي الدوري السعودي؟ ده كان هو السؤال المهم. وبالتالي بعد المباراة بتحصل حاجات كتير وبيبدأ الصخب من عند تيري أونري. تيري أونري في الاستوديو التحليلي كان بيقول انه يشعر ان مباراة زي دي هي واحدة من اهم الاسباب اللي بتقول ان كريستيانو واحد من اعظم اللعيبة على الاطلاق. عشان الجونين؟ لا. عشان الضرب وكمل ومبابي بيطمن عليه؟ لا. عشان اجواء جماهيريه ومان اوف ذا ماتش؟ لا، بل علشان صوره تبديله. في الدقيقه 60 تقريبا بيخرج كريستيانو، وبعد ما بيخرج كريستيانو بيخرج مجموعه من اللاعبين النجوم اللي في الملعب يعني بقياده ميسي، وكانه كان ما يشبه الاتفاق على انه الناس دي كلها تلعب ساعه. دي صوره التغيير، كريستيانو وهو خارج. ثم تيري أونري اللي بيعتبر انه المثل ده مثل يحتذى بيه، لان الراجل ده يعد واحد من افضل اللعيبه على الاطلاق، حتى وانت في مباراه وديه مش عايز تخرج. ده كان رايه. اليساندرو ديل بييرو المحلل الاخر للمباراه شاف وجهه نظر ثانيه. قال ان وجود كريستيانو في الكره السعوديه مش بس هيحفز الناس انها في السعوديه تلعب كره اكتر، مش بس هيخلي الصخب حوالين السعوديه اكبر في الدوري السعودي، بل ان انت بتعمل براندنج بشكل او باخر للكوره في السعوديه والكوره في اسيا بشكل عام. بس ديل بييرو وهو بيقول التصريح ده ما كانش عارف ان وقتها بيحصل بالتوازي في نفس الوقت الاعلان عن خبر هام جدا. ايه هو الخبر؟ انه شبكه سبورتي ايطاليا تعلن في نفس التوقيت عن حصولها على الحقوق الخاصه بمباريات النصر السعودي لتذاع في ايطاليا. قناة إيطالية، مش سكاي طبعا، لكن قناة ليها اسمها وليها احترامها وقناة متشافة في إيطاليا وغير إيطاليا بالمناسبة، قناة أعلنت على أنه
كريستيانو رونالدو، وحصريا على سبورت إيطاليا. المباريات بداية من يوم 22 يناير تذاع على شبكة سبورت إيطاليا، المباريات كاملة وإعلانات، وعلى موعد مباراة النصر مع الاتفاق يوم الأحد الساعة 6:30، وكل التفاصيل. فده تأثير الدون يا جماعة، ناخد بالنا أرجوكم. لعيبة كتير فنشت في الخليج، في دول عربية، في أمريكا، لكن صخب كريستيانو رونالدو عامل قلق في العالم كله. كل الناس بتتكلم، اشتري حقوق مباريات النصر، تابع أخباره، رد الفعل على أي حاجة هو بيعملها. النجم نجم والأسطورة أسطورة. وعلى ذكر الأسطورة لازم نروح لموضوعنا التاني. بعد ما رونالدو اتضرب في عينيه، كان كيليان امبابي اللي قدامنا على الشاشة رايح له علشان يطمن عليه ويشوف أخبار عينه إيه. وبعد ما اللقطة دي حصلت، عنونت الصحافة على إنه شبكة بي بي سبورت على إنه امبابي تأكد أخيرا من أنه كريستيانو رونالدو بشر. وده مصطلح دارج لما بيكون عندك سوبر ستار أو حاجة فريدة من نوعها، فلما حد من الجمهور يلمسه أو يسلم عليه يقولك أخيرا اتأكدنا إن هو بشر. بس ده مش كل الحكاية، لأنه امبارح مخليني على المستوى الشخصي أدور ورا القصة اللي بتؤكد إنه كيليان امبابي الأيدول بتاعه، النموذج بتاعه في كرة القدم هو كريستيانو رونالدو. وإزاي بعد ما أنت زميلت ميسي، وبعد ما أنت عديت بحاجات كتير في الكورة، اشمعنى كريستيانو تحديدا كان هو بالنسبة لك القدوة والمثل لحد النهاردة؟ وميسي معاك في فريقك وكل الكلام الجامد ده، لكن شايف إن كريستيانو هو المثل. وطبعا هنا احنا متعودين بنشرح اي قضية، اي قصة، يا بمقال رأي، يا بأرقام، يا بإحصائيات، يا بكوتس جاية من المحللين، بنستعين بمصادر علشان البرنامج ده قايم على المعلومات اللي احنا بنقولها لحضرتك. فخلينا نوضح لك الحقيقة. اول حقيقة هي الصورة دي، وارجو ان احنا نعرضها في الاخراج، يعني شاشة كاملة بالنسبة للناس عشان يشوفوا ايه اللي موجود. ده كيليان امبابي وهو عنده، اختلف الرأي هنا ما بين انه عنده 10 سنين ولا عنده 12 سنة، في غرفة نومه. حلو الكلام؟ اللي على الجدار ده هي صور مختلفة، صور مختلفة لكريستيانو رونالدو. اللي في النص اللي عند التمانيه بتاعت الحيطة هي صورة كريستيانو وهو في مانشستر يونايتد. قد تكون هي أول صورة علقها، وقد يكون لأ. لكن إذا كان امبابي في السن ده وهو 10 أو 12 أو 14 بيحب كريستيانو مانشستر يونايتد، فنقول إنه مثلا امبابي مواليد 98، يعني هو عنده 10 سنين علق أول صورة لكريستيانو مع مانشستر سنة 2008. 2008 ده الموسم اللي كريستيانو فيه هو بطل دوري الأبطال مع يونايتد. وكريستيانو واجه ميسي في الدور قبل النهائي من الشامبيونز ليج، ومانشستر انتصر على برشلونة وأخصاه خارج البطولة بهدف دون رد، وكريستيانو وميسي كانوا حاضرين في الملعب. يجي آخر السنة استفتاء بالون دور مين الأفضل، فيفوز كريستيانو بفارق حوالي 150 نقطة عن ميسي. طبعا هذا الأمر ليس للمقارنات مين الأفضل، ده قتل بحثاً. احنا هنا بنحاول نجاوب على سؤال، ليه مبابي في السن ده كان مايل لكريستيانو أكتر؟ أقول لك بقى على التقيلة، الشواهد دي بتقول إن كريستيانو رونالدو كان هو سبب إن مبابي يحب ريال مدريد. ما هو بيحبه من ايام مانشستر، ولما راح ريال مدريد علق صوره على الحيط. يا جماعه انت بس تحس، يعني انت ممكن تحس علشان انت تابعت المسيره كامله انك كنت فين ساعتها. بس امبابي لما ميسي كان ميسي ورونالدو كان رونالدو في عز قوتهم، هو كان طفل. هو كان طفل 10 سنين 12 سنه 4 طفل، فبالنسبه له الاحداث دي احداث طفوله. هو دلوقتي جنان لما طفل يتحول ان واحد منهم معايا في الملعب في فرقتي والتاني بلعب قدامه، لكن الصوره دي لطفل. فرونالدو وجوده في مانشستر ثم انتقله لريال مدريد كان بالنسبه لمبابي حبا لريال مدريد من اجل عيون كريستيانو. دي مش معلومه، بس كل الشواهد اللي قدامنا بتقول كده. فكان قدوه كيليان مبابي حاضرا معاه في الملعب، اطمن عليه بعد هذه اللقطة، وكان بالنسبة لرونالدو حاجة رائعة انه بابي يجي ويطمن عليه، لانه بالنسبة له واحد من الناس اللي تعلقت بكريستيانو وبقيمته في الملعب.
طيب، من المباراة، مباراة باريس مع نجوم الهلال والنصر، ومن كريستيانو ومبابي وكل اللي حصل ده، تعالوا بقى نبدأ نخش شوية على الكواليس في أوروبا. إيرلينج هالاند قبل مباراة توتنهام مع مانشستر سيتي عمل انترفيو لواحدة من المجلات الشهيرة جدا جدا في أوروبا وفي العالم، مجلة جي كيو. واتكلم هالاند عن بعض الأمور الخاصة وهي الأقل في كرة القدم، والأكثر أكثر الكلام في الانترفيو على أمور ليس لها علاقة بكرة القدم، لكنها حاجة أنا أدعوك إنك تنضم لينا وفرجك عليها، لأنها أمور مثيرة للاهتمام، وهي حاجة من الحاجات اللي بترجع تثبت من تاني إنه بخلاف الكرة خالص، هذا الرجل يعيش حياة الإنسان الآلي، يعيش حياة الروبوت. ولو الروبوت ده حاولنا نشوف له هيكل بني آدم، مش هيكون فيه أهم وأفضل وأجمل وأحلى وإطار مناسب إلا إطار هذا الرجل. وهنقول إيه اللي خلاه يبان في الانترفيو ده كأنه بيعيش حياة الروبوت، وإيه الكلام المهم في الكورة اللي برضو يرتبط بكون روبوت. تعالوا نشوف مع بعض. إيرلينج هالاند الأول كان بيكلم مع الناس بعض الأسئلة اللي تحب تعرفها. هو هالاند بيعمل إيه لما بيصحى من النوم؟ هو هالاند بيسهر فين بالليل؟ هو هالاند بياكل ايه؟ طب هو بيتمرن ايه؟ طب ده تأثيره عليه ايه؟ فتعالوا نتفرج ونشوف مع بعض. يلا يا فندم. هالاند عن روتين اليوم: ما بخرجش، ما بلعبش فيفا، ما بتفرجش على افلام، بصحى، بفطر، بتمرن، لو عندي حاجة اصابة او حاجة بتلقى العلاج، وانتهى اليوم تقريبا. بروح البيت، استعد للتمرين، بتعشى وانام، وما بفكرش كتير في المباريات قبل ما تبدا. انا بفكر بعيدا عن ايه اللي حصل امبارح وايه اللي هيحصل بكره. لا يا شيخ، ماشي عادي، راجل بدني قوي عايز يعيش حياه الناس البروفيشنال، ما بيتاثرش بحاجات كتير. تعالى نروح للتانيه، والده بيحكي بره الكلام ده بقى، يعني سيبك من الكوره، هو بيعمل ايه؟ هالاند فضولي جدا خارج الكوره، حول كيف يمكنك ان تصبح الافضل. بيلبس نظارات ترشيح الضوء الازرق في المساء علشان يمنع ضوء الشاشات من التدخل في نومه. يا سيدي، بيغلق الانترنت الواي فاي ليلا. وهالاند بيرد على الكلام ده بانه انا بركز في النوم، بالنسبة لي تقريبا أهم شيء في الحياة هو النوم، مش كتير لكن النوم بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. السؤال الثالث: هل الراجل ده له أي علاقة بالسوشيال ميديا من بعيد أو من قريب؟ هل له حسابات أو هل بيتفرج؟ تعالوا نبص. بيعلق هالاند على السوشيال ميديا وبيقول: لا أنا موجود على مواقع التواصل عشان أقرأ عن نفسي، ولا هتحكم في اللي الناس بيقولوه عليا، فانا ما اقدرش اعمل حاجه، علشان كده انا غير مهتم. طب يا هالاند، لما جه كاس العالم هل بصيت؟ قال لهم: والله انا جلست تحت اشعه الشمس محاولا الا افكر في كره القدم. السؤال اللي بعده: هل الروبوت الانسان الالي لو قرر في يوم من الايام ان هو يروح لدكتور نفسي، مع انه الحياه دي لا تنذر ابدا انك ممكن تحتاج لدكتور نفسي اطلاقا يعني، لكن لو فكر هالاند انه يروح لدكتور نفسي، تفتكره ممكن السبب يبقى ايه؟ قرر هالاند يروح لدكتور نفسي في مره واحده فقط، كان ايه السبب؟ كان محتار، هو انا اروح بروسيا دورتموند ولا اروح ليفربول؟ هو انا المفروض اروح في فريق كبير واقعد على الدكه وسنه سنه اخد دقايق، ولا المفروض اروح العب على طول؟ طب حاجه زي دي انت تسال فيها مدرب، لعيب سابق، نجم كبير، اللي يوديك عند دكتور نفساني ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض. هالاند عن رحيله عن مولدي، اللي هو الجزء الثاني من اللقاء: تحدثت مع طبيب نفسي في مولدي فريقه السابق، وقال لي الطريق الوحيد علشان تاخد خبره انك تلعب مباريات، لازم تحصل على الخبره مبكرا، وانا كان لازم العب، وبالتالي ما اقدرش اروح لمكان كبير واجلس على مقاعد البدلاء، فكان هذا هو سبب انتقال إيرلينج هالاند الى بروسيا دورتموند. بيكمل هالاند هنا الكلام عن الضغوط،
يعني رحت لدكتور نفسي، طب انت ما بتضغطش في الحياه خالص؟ فبص بقى، هو بيقول من حيث الحب انا احب اكون تحت ضغط المنافسه، لكن دماغي تقدر تستوعب ان انا اكون مضغوط واكون مركز واكون مسترخي. وبيقول في موضوع الاسترخاء ده ان ممارسه التامل شيء جيد جدا للاسترخاء، لان التوتر مش حاجه كويسه. انا ما بحبش اكون متوتر، لكن مفهوم التامل بالنسبه لي ده اللي بيساعدني واللي كان ناجح معايا جدا جدا جدا. لا بيلعب فيفا ولا له في السوشيال ميديا، وبيقفل الواي فاي، وبيحب ينام بدري، وبياكل، وبالنسبه له بيتامل في الحياه. ولما راح لدكتور نفساني راح لدكتور علشان يقول له اروح انهي فريق. ده اللي كان بره الكوره. خش بقى على الكوره. معانا كلام عن واحد من اهم الاهداف اللي تدرس لهالاند في مرمى بروسيا دورتموند في مباراه سيتي مع دورتموند، تعليقا على الهدف ده، والهدف ده مهم نربطه بهدف هالاند الاسبوع ده. يعني مجموعه من الصور هدف هالاند الاسبوع ده مهم نربطها بالكلام ده. فتعالوا نشوف الاول هو بيفكر ازاي في فكره تسجيل الاهداف. نبص مع بعض عن تحركاته في هدفه في مرمى دورتموند. كان بيقول ان لازم اكون اكثر ذكاء وحده في مواجهه اللعيب اللي قدامي. انا بفكر اسرع، لان لما افكر اسرع اخد ثانيه زياده، وده اللي بيخليني افنش. بحاول امثل ان خلي جسدي بيميل بشكل مزيف على اليمين قبل ما اقطع ناحيه الشمال. انا بقدر اسجل الحاجات دي كويس، ودي حاجه انا بفكر فيها دايما. اسمح لي افرجك على صور هدف هالاند في هذا الاسبوع في ريمونتادا مانشستر سيتي على توتنهام، وبعد رائعه رياض محرز كان تقريبا اللي بيقوله ده هو اللي بيعمله. رياض استلم الكوره، عدى من ناحيه اليمين، وهو بيلعب الكره بالعرض هالاند قاري هالاند انه وانا رايح على المرمى انا لازم ازيد خطوه لقدام. فالمدافع اللي كان معاه، لو صور جاهزه ممكن نعرضها، المدافع اللي كان معاه خرج بره المشهد تماما، وراح هالاند للزاويه البعيده ناحيه الشمال علشان يستلم الكوره بمنتهى الهدوء. تيبيكال هالاند، تيبيكال هالاند. ممكن نبص مع بعض. ده رياض محرز بيستلم الكوره، اللي بعدها هالاند جوه ال 18 طبعا زي ما انتم شايفين. بعد كده عمل ال 1 2. نبص بقى هنا جوه ال 18 عندك هالاند واقف ما بين الاثنين مدافعين. الصوره اللي بعدها راح محرز لعب هالاند، فجاه المدافع اللي كان على شماله راح بقى وراه. ممكن نرجع للصوره اللي قبلها عشان نفهم. الصوره اللي قبلها هو واقف بين الاثنين. نمشي المشهد سنه، الاثنين دول واحد بقى وراه وواحد بقى قدامه ومش شايفه. هدف في مرمى توتنهام كان بيفتح المباراه لمانشستر سيتي. اخر حاجه اتكلم فيها الروبوت بلهجه الروبوت. ثم حاجه ما نعرفش، تريد مارك لكل جمهور ريال مدريد وللجمهور حول العالم، مباراه الريال مع مانشستر سيتي. قال ايه؟ هل يفتقد مانشستر سيتي شيء عقلي بما انك روبوت يعني؟ بامانه انا لا اعتقد ذلك. مباراة مثل ريال مدريد الموسم، خدوا بالكم يا جماعة السؤال ده مهم جدا وردوا عليه رائع. ليه؟ لأنه فهم على طول إن اللي بيسأله غرضه إنه يقول له هو دوري الأبطال فين يا معلم؟ دوري الأبطال فين؟ فرد وقال مباراة ريال مدريد الموسم اللي فات لما تشوف رودريجو بيسجل الجون، كان أسنسيو هيشوط فقد الكورة، ضربت في رجل رودريجو وراحت للجون. أنا بعتقد فانه في اله طبعا بيقرر هذه الاشياء. هل عايزين تقولوا ان تدخل ربنا في الامور اللي زي دي، او ان ده نصيب، يعني المعنى الادق للموضوع ان ده نصيب في النهايه؟ هل متخيلين ان دي عقليه ريال مدريد اللي عند ريال مدريد واللي مش عند اي نادي، وان ده كان السبب ان هم يكسبوا بيها قبل كده؟ فقال الحقيقه انا ما اعرفش اذا كان في حاجه اسمها كده، يمكن. وده رد روبوت، رد بني آدم عنده 1 2 3 4. إذا مشهد ريال مدريد ما كانش كده، فبالنسبة له ما يفهموش. وكان بيب جوارديولا حاضرا بعد نهاية هذه المشاهد علشان يتكلم عن المباراة، وعلشان يتكلم عن الجزء ده تحديدا في مسألة
دوري الابطال وارتباط انه لازم اكسب دوري الابطال بمانشستر سيتي عشان ما اكونش بفتقد لاي شيء موجود في هذا الامر. فتعالوا بعد شويه نشوف تصريحات بيب جوارديولا، لكن فصل الاول ونرجع لانه لسه الكلام عن السيتي مكمل ولسه جايين لكلام جوارديولا في هذا الامر، لكن الاول فاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم، خليكم معنا. قبل ما نتكلم عن رياض محرز اسمحوا لنا الاول ناخد رد فعل جوارديولا عن اللي قلناه قبل الفاصل عن هالاند وعن المباراه وعن فكره ارتباط دوري الابطال دايما وعدم الفوز به بانه مانشستر سيتي يفتقد الى امر ما. فتعالوا نشوف الراجل رد على كل هذه الامور قال ايه ونرجع نبدا نتكلم عن فخر العرب في هذا الاسبوع رياض محرز. يلا بينا. يبدو غاضبا في اغلب الاوقات وهو كسبان وفرقته بتعمل ريمونتادا، يبدو غاضبا لانه هو دايما شايف البرفكشن، شايف افضل حاجه ممكنه، وكان هذا الامر طبيعي جدا ينطبق على رياض محرز. وقلنا شرحنا من اسبوعين تقريبا مع بدايه عوده محرز للتالق بانه المساله كان ليها علاقه بانه جوارديولا عايز من محرز افضل شيء ممكن، عايز اختراعات، عايز حسم فردي لمواقف. وبالتالي سيداتي انساتي سادتي اهلا وسهلا بحضراتكم في واحده من العروض الاستثنائية الفردية للاعب عربي على مر التاريخ، أو هكذا كان ما قدمه رياض محرز في رائعته أمام توتنهام بالأمس. رياض محرز عمل مباراة استثنائية من النواحي الفردية وعمل كل حاجة لها علاقة بإمكانيات لاعب بيقدر يحسم الأمور مش لوحده، لكن دايما كلمة الحسم عنده والبداية عنده وأحيانا النهاية عنده، متحكم في مسار اللعب تماما، عنده من الحدة اللي خلت جوارديولا في بقية التصريحات اللي شفناها دي يطلع ويقول محرز كان في أجازة قبل كأس العالم، معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش. كلام جوارديولا عن محرز بعد نهاية المباراة هو ده، من فضلك بص. رياض محرز كان في عطلة قبل كأس العالم الأخيرة. يا له من لاعب، الآن فهم ما الذي كان يحدث، إنه لاعب خيالي. الآن جوارديولا قرر يتكلم ويطلع اللي في قلبه، اللي هو أقول يا أخي ده الراجل طلع عينه معاك في الملعب وفي مباريات شديدة الصعوبة قدام تشيلسي قدام ليفربول قدام توتنهام وانت مغلوب، مباريات صعبة وحلول فردية فريدة من نوعها. اسمحوا لنا نتفرج سوا على ما قدمه رياض محرز في هذه المباراة اللي خلى جوارديولا أخيرا يطلع كلمتين حلوين في ليلة سودة على اللعيبة. ده كان الراجل بيبجح في هالاند في التصريحات، يعني عمال ماسك الكرباج ونازل على اللعيبة كلها ويتكلم في نفس الوقت عن رياض بالشكل ده لأنه رياض أكبره على ده. نبص مع بعض. رياض في كل الأهداف فما حاجة، كرة من ناحية اليمين ترقيصة على أعلى مستوى، الصورة اللي بعدها يعد رياض محرز ويحط العرضية عند هالاند اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، أدي جون. اللي بعديه رياض يستلم، لا دي كانت بتاعت هالاند، رياض يستلم يعمل الوان تو، اللي بعدها يروح جوه ال 18 هو برضو اللي يستلم، اللي بعدها يلعب الكرة بالعرض وهالاند بيسجل الهدف، دي اللي كنا شارحينها. اللي بعده رياض بيستلم بيعدي بمهارة على أعلى مستوى، بيخش جوه ال 18 ويحط الكرة فين؟ في الضيقة. حاول تركز في الصورة دي شوية. حارس المرمى قافل الضيقة. البعيدة مقفول على رياض وغاب بين السيقان في النص. يحط الكرة في الضيقة بمنتهى الروعة. اللي بعدها الجون الرابع والأخير بيستلم وبيستغل خطأ المدافع، يروح في اتجاه المرمى، الصورة اللي بعدها يحط الكرة شيب بمنتهى الروعة والهدوء والسلاسة بعد ثقة المساهمات في الثلاث تجوان فيسجل الرابع رياض محرز. ده كلام جامد، ده كلام جامد. رياض محرز بادئ 2023 بأفضل فورمة ممكنة، مش ردا على جوارديولا، ده ردا على أي حد عايز يتكلم عني في أي حاجة. السنة دي بتاعتي. هذا كان رد فعل رياض محرز. الحقيقة لازم يتضرب له تعظيم سلام، تعظيمين سلام، على اللي عمله من بداية هذه السنة وعلى قدرته على الحسم بشكل فردي في كل المواقف الصعبة في أصعب المباريات. فكل التحية
لفخر العرب رياض محرز. بما انه فخر العرب فاهلا بفخر كل العرب اللي كل العرب كانوا يتمنوا في قرارة نفسهم انه المشهد الاخير يبقى كده، فوز العراق بكاس الخليج. اصعب 24 ساعة عدت في تاريخ العراق بالكامل. اكشن، سسبنس، رعب، دراما، كل انواع الاجواء الموجودة في الافلام تسرش باي حاجة فيهم تطلع لك العراق. عايز اتفرج على فيلم اكشن تلاقي العراق، عايز اتفرج على فيلم دراما، عايز اتفرج على فيلم فيه قصة بوليسية، عايز اتفرج على اي حاجة يطلع لك العراق في السيرش. ايه اللي حصل؟ ليلة فوز العراق على عمان بعد مباراة ملحمية قدرت العراق بعد التمديد انها تنهيها لصالحها، اتى بعد 24 ساعة كانت حاسمة جدا. ايه اللي حصل؟ الجمهور العراقي كان عايز يتواجد باكبر شكل ممكن داخل الملعب وبره الملعب، فجمهرة غير طبيعية صباح يوم المباراة، الناس مش عارفة تتحرك، وفي جماهير جاية من عمان على العراق علشان تشجع منتخبهم العماني. للجمهور عارف يوصل؟ الجمهور العراقي احتوى الملعب بالكامل وخارج الملعب وخد أماكن المدرجات العمانية، والدنيا بقت غير مفهومة. وناخد بالنا، العراق كان هدفها الأول في البطولة دي مش إن أنا أكسب البطولة، بل إن أنا أنظم حاجة تقول يا جماعة أمن، أمان، نظام، إخراج، مدرجات، ملعب، جمهور، كل الحاجات اللي بتدوروا عليها عندنا. فلما حصل الكلام ده وبدأ يتقال أخبار تنتشر يا جماعة ده في إصابات من التدافع اللي موجود، الناس برة التدافع كبير جدا. أنا معايا الرقم حوالي هجيب الرقم حوالي 200,000، رقم كان غريب جدا هجيبه لحضراتكم حالا، انه اعداد التدافع كانت غريبه جدا جدا بره، كانت غريبه جدا جدا بره. الاعداد اللي حوالين الملعب كان بين 150,000، ومصادر قالت 500,000. انا قلت اجيب الرقم بدقه. اللي قالوا بره الملعب ده من 150,000 لنص مليون عراقي عايزين يشجعوا المنتخب. الناس دي راحت حبا، هو لا رايح يتخانق ولا يحدف حاجة ولا يضايق حد، راجل حاسس ان في حدث لازم اشارك فيه. فاللجنة المنظمة للاتحاد العراقي يا جماعة لازم نشوف حل، في تهديد ان المباراة ما تتلعبش بالمنظر اللي انتوا فيه ده، فيطلع الاتحاد العراقي وتبدأ المواقف تتاخد. المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شجاع السوداني قال انه وصل لمحافظة البصرة وعقد اجتماع عاجل مع الوزراء. يا جماعة لازم نلاقي حل. مناشدة للجماهير، يا جماعة لازم الجماهير تبعد. محافظ البصرة أسعد العيداني قال لهم الماتش هيتلغي، لازم الكل يساعد. الاتحاد العراقي بينشر على السوشيال ميديا بيان بيتقال فيه خلاص لقينا حل، المباراة في موعدها، الجماهير بتستجيب، ويجي بقى التدخل اللي أنا بعتبره لقطة في منتهى الرقي والاحترام والذوق لطرف كان ممكن ما يعملش كده خالص، هو الطرف العماني. طلب من الجماهير حفاظا عليهم وانه الاجواء التنظيمية الجميلة اللي في العراق من اول يوم لحد النهاردة، يا جماعة جماهير العمانية ارجعوا مشكورين لعمان. في بعض الجماهير كانت موجودة طبعا في المدرجات وبره الملعب، لكن الناس اللي سافرت من عمان للعراق تم الدعوة انه يا جماعة ارجعوا، المشهد التنظيمي لازم يفضل بافضل شكل ممكن. والاتحاد العماني في بيانه قال بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان حفاظا على الجماهير دعما للعراق، فقد تقرر عودة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي الى سلطنة عمان. تيجي بقى الكورة وتوافق الكورة طوعا انها تستجيب لكل هذه المشاهد ويحقق المنتخب العراقي الفوز على المنتخب العماني ويحصد لقب كاس الخليج 3-2. مباراة كانت عصيبة، راحت وجات كتير، لكن في النهاية العراق حققت اللي كانت عايزاه. مليون مبروك ومليون هارد لك للمنتخب العماني.
وشكرا لذوق الجهات العمانية في التعامل مع هذا الموقف، وشكرا للتدخل العاجل من السلطات العراقية بكل مستوياتها لجعل هذا المشهد مش مشهد كروي فقط لا غير، لكنه مشهد يقول ان العراق راجع من تاني، او هكذا نأمل. اخيرا قبل الفاصل، ده راجل محترم جدا، وبما انه سيجمنت فخر العرب اللي جاي مع رياض محرز وجاي مع المنتخب العراقي، ففخر المصر الفخر المصري في المغرب لازم يذهب كاملا الى نجمنا الكبير الكابتن طارق مصطفى، بطل كاس الامم الافريقيه 98، المدرب الكبير جدا الذي يحظى بحب واحترام ودعم وانبهار من كل الصحافه المغربيه والاعلام المغربي بعد ما قاد اولمبيك اسفي اولا التعادل مع الوداد بعد مباراه كان هو اقرب فيها للفوز رقم واحد، وكمان ان الراجل مع هذا الفريق باني حاجه كويسه، باني حاجه بيقرب منها من مثلث الرعب اللي موجود. اي نعم الدوري السنه دي في الفتح وفي الرجاء وفي الوداد وفي الجيش الملكي في انديه كتير كويسه، لكن مع اولمبيك اسفي كابتن طارق مصطفى عامل موسم ممتاز. كابتن طارق مساء الفل عليك، واهلا بيك معانا في سوبر ليج، ومبروك عن مجمل اعمالك في المغرب التالق والحفاظ على التالق لموسم اخر. حبيبي محمود، انا اللي بشكرك لانك شخصيه محترمه ومثقفه، ودايما بنستفاد منك في حاجات كتير جدا والله. اشكرك يا فندم. بشكر كل مستمعينك، وبالتوفيق دايما ان شاء الله باذن الله. طبعا مباراه ممتازه قدام الوداد كنت اقرب فيها للفوز، لدرجه انه مهدي النفطي المدير الفني للوداد اتكلم عن ده وقال كانوا اقرب للفوز وان احنا لعبنا مباراه سيئه. ضاع منك النقطتين لكن كسبت احترام الكل بعد المباراه. والله بقول الحمد لله والشكر لله، يعني الحمد لله كل مباراه الحمد لله بنأدي بالشكل اللي يليق بينا كأولمبيك أكاديمي. مباراه الوداد دايما مباراه كبيره، الوداد انت عارف طبعا تاريخ واسم كبير وصاحب بطولات وانجازات وعنده لعبه كتير جدا فرقتين ثلاثه، ولكن احنا الحمد لله يمكن بشهاده كل اللي اتفرج على المباراه، المباراه كانت سريعه، المباراه كانت حماسيه، المباراه الحمد لله كنا احنا الافضل طوال 90 دقيقه. تخيل انك بتلعب الوداد وانت نازل تكسب، مش نازل تلعب على تعادل، بل انت لعبت على التعادل اخطر، لان عندهم امكانيات وعندهم شغل كتير، ولكن الحمد لله والشكر لله الاول والاخر توفيق ربنا كان معانا. ما كانش معانا ان احنا نحرز هدف، لان احنا بصراحه ضيعنا اربع تجوان انفرادات صحيح وكور في العارضه، ولكن بقول الحمد لله. على فكره عايز اشكر مهدي لان بصراحه مدرب محترم جميل طبعا جدا، اللي يقول يجي للمدرب يقول لي يجي لي مدرب ان انت مدرب في المستوى وان انت مشيت بيا، بصراحه انا اللي بشكره زي ما شفت ده بعد المباراه مباشره؟ بعد المباراه شكرت قبل كده، بعد المباراه زي ما شكرت قبل كده توشاك مدرب الوداد برضه في 2015 وطلع على المدرب المصري مدرب الحمد لله ذكي، فده عارف حاجه بتفرحني وتشرفني ان انا مدرب بنتمي لمصر وكده وبتاع. وعلى فكره والله العظيم احنا اللعيبه امبارح قتلت، وبصراحه انا يعني المستوى اللي قدمه اللعيبه طوال الان بي خاصه ان انا هلعب كمان يوم الاحد، يعني انا هلعب بعد بكره، يعني صحيح انا مسافر بكره هلعب بعد بكره، الضغوط بتبقى عليهم عاليه كتير جدا، ولكن انا بشكرهم على المجهود وعلى الروح وعلى الاداء اللي هم عملوه بصراحه. طيب ودي مش انا محمود، والله شهاده كل الناس اللي موجودين في المغرب. يعني عندي شويه اسئله سريعه ليها علاقه بالفريق. اولا ارضيه الملعب عامله لك مشاكل في اي حاجه؟ والله كان خلي بالك برضو انت بتقابل مشاكل، بتقابل عندك مشكل الملعب عندك دايما، عندك مشاكل يعني الاستاد اللي بنلعب عليه في مدينتنا ما بتنفعش تتمرن عليه، في حاجات كتيره جدا بتفوقك، ولكن انا اتعودت على كده وتعودت ان انا دايما لو عايز انجح وعايز اكمل وعايز اوصل للهدف اللي انا رسمه في حياتي ان شاء الله باذن الله لازم اتعب ولازم اجتهد، ولازم الظروف اللي بتحط فيها ظروف صعبه جدا. مفهوم. بصراحه هدفك مع الفريق السنه دي الحمد لله والشكر لله. نعم هدفك مع الفريق السنه دي هل في البيك فور ولا عندك طموحات اقصى من كده؟ لا خلينا نقول بالنسبه لامكانياتنا هدفنا طبعا البقاء، وده كانت البدايه يا كابتن. انت مقرب من الاربعه الكبار، بقاء ايه بقى؟
خلينا نمشي خطوه في خطوه، لان زي ما اه قلت من شويه بتقابلنا ظروف صعبه جدا. مفهوم. هتلعب يوم الاحد، يعني انت لعبت امبارح مع الوداد ماتش كبير جدا جدا جدا، اداء لو اقول لك كل لعيب بين من 15 ل 20 كيلو، يعني دي حقيقه. صحيح. فهتلعب كمان يومين، وفي سفر في ربجة. وعلى فكره انت لما بيكون الفرق اللي عندها امكانيات لعيبه كتير بيبقى عندك امكانيات، ممكن تقدر تغير، ممكن تقدر، ولكن مفهوم. بنحاول ان شاء الله، اللي ربنا يوفقنا ان شاء الله. طيب، نموذج مهدي النفطي اللي ساب اوروبا علشان يجي يدرب في المغرب، والجمهور العربي اللي بيدور على انه الرجراجي يكون في يوم من الايام مدرب في اوروبا، بتشوف المشهدين دول ازاي؟ يعني هل خطوه اوروبا ترجع بعدها للمغرب؟ هل انت كمدرب تشوفها انه في النهايه هي قناعات وانك لازم تعمل اسم في الوطن العربي، ولا لما توصل لليفل معين تكون اوروبا هي المدخل في حاله الرجراجي مثلا؟ بص، خلينا نقول طبعا اللعبه اللي تمسك منتخب مصر دي وتحقق اللي حققه وليد الركراكي، دايما كل المدربين بيبقى عندهم طموح، هو عايز يروح مدارس مختلفه. هو اصلا موجود في اوروبا من زمان وليد الركراكي، ما عندوش مشكله في ديت، عاش الاجواء، احترف في فرنسا، هو امنيه حياته ان هو يتواجد في الدوري الاوروبي مع الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي، ياخد خبرات، وفي نفس الوقت مدارس مختلفه واجواء مختلفه جدا. انت عارف في افريقيا والمغرب تحديدا، واحنا كافريقيا الموضوع بيبقى مختلف شويه، كويس. حتى بالنسبه للناحيه الجماهيريه والثقافه بتاعت الجماهير. جمهورك دايما انت ماتش كويس كويس واحسن مدرب، ودايما الماتش اللي بعديه لا مش مدرب، يعني الاجواء بتبقى مختلفه شويه. ولكن دي بالنسبة مفهومة، للكابتن مهدي، دي مفهومة، يعني بعد المنتخب يروح أوروبا، دي مفهومة. هل بقى في حالة مهدي النفطي، هل هو احتاج لظهير جماهيري قوي فجيل الوداد؟ أكيد. وأنا في اعتقادي يعني هو شخصية زي ما قلت لك محترمة جدا، جدا. الـ 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 الأداء بتاعه أو الشغل بتاعه هيبان مع الوقت. اسم الوداد كبير، أنت طبعا. عارف لما بتكون الزمالك والاهلي والوداد والرجاء، الاسماء الكبيره دي بتكبر المدرب، بتدي المدرب 50 60 70 كمان في المية ان هو ياخد بطولات وان هو يبدع، لان عندك جمهور كبير، عندك اعلام، عندك ناحيه ماديه، طبعا. كل الامكانيات بتتوفر لك. هو ممكن يكون محتاج الحته دي، محتاج الاجواء الجماهيريه، محتاج الاسم يكبر في افريقيا كمان، صحيح لان صحيح. احنا لما بنيجي نتفرج على الدوريات الاوروبيه ما بتبقاش انت كاسم عربي، خاصه ان هو تونسي، يعني هو اصلا مفهوم. الجنسيه كمان تونسي. طيب، اخيرا كابتن طارق، الخطوات بتفرق في المسيره، اسمك كبر جدا في المغرب في الوقت الحالي بعد الخبرات اللي انت مريت بيها، الطلعه اللي جايه سواء كانت بره مصر او في مصر، انت مدير فني فقط لا غير، ولا تضعف عند الزمالك وعند منتخب مصر؟ لا عمودي، الموضوع ده الحمد لله انا انتهى من زمان، من زمان جدا، حتى وانا ماسك مع حسام البدري، واول ظهور ليا بعد تجربه المنتخب، قلت بشكر الجميع وبتمنى التوفيق للجميع. ولكن لو لما سالت، لو قد طلبك منتخب مصر مدرب عام تاني، قلت لهم ولا منتخب مصر ولا الزمالك ولا اي حاجه. هي انا الحمد لله من فتره كبيره جدا اللي خلاني ارجع تاني للجزئيه دي هو منتخب مصر مظبوط. مع كابتن حسام البدري، وده كان قرار يعني الحمد لله في الترشيح، بشكر كل الناس اللي عليه. ولكن انا لما شفت وجربت، وبعدين انا مسكت مع افضل 3 مدربين انا استفدت منهم جدا، كابتن طارق يحيى، كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري. لما تتكلم على 3 مدربين عاملين انجازات للكره المصريه الثلاثه، مفهوم. فاكيد الخبرات اللي الواحد خدها والاستفاده هنا حمودي، يمكن اقول لك والله 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 انا هنا ب5 سنين في مصر تدريب، الاجواء مختلفه، والله والله ياه الاجواء مختلفه ليه يا كابتن؟ طيب. جماهيريا، والله الضغوط هنا عاليه جدا، الاجواء مختلفه جدا، عشان كده انت ما بتيجي تدور على مدرب لمنتخب مصر ما تلاقيش، لانه ما تحطش تحت ضغوط، الضغوط اللي بيتحط عليها تحت اعلام بس، ولا تحط تحت ضغوط اعلاميه ولا جماهيريه.
فما بتلاقوش، بتلاقي الموضوع بالنسبة له هرب. اها، عشان كده، عشان كده ده في يعني 2019 ضغط الاعلام والجمهور حتى عند اولمبيك اسفي وعند اي فريق في الدوري اعلى من مصر. بكتير بكتير. لا الموضوع مختلف، هم انت لو بتتابع الدوري المغربي او البطولة المغربية بتشوف الجمهور اللي موجود في الملعب والاجواء اللي موجودة والضغوط اللي موجودة على اللعيبة وعلى المدربين، لا مختلفة 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 كتير. عشان كده بقول لك انا نفسي والله المدربين المصريين يطلعوا بره، تحديدا في شمال افريقيا، تحديدا في المغرب. انا على فكره اكتر من مدرب رشحته كان بالامكان، الحمد لله الواحد الحمد لله اسمه كويس هنا والاسم اللي الواحد عمله. يعني انا محمود والله لسه انا كنت بلعب اجادير من حوالي 3 ماتشات في اجادير، حتى نيت اجادير. انا كنت اللي كان ماسك حفلية اجادير وماسك حاليا لغايه دلوقتي باكيتا. باكيتا باكيتا انا صح. اشتغلت معاه في الزمالك كمدرب عام سنه من السنين، انا وسام الشيشيني. طبعا فبالتالي عايز اقول لك احنا عندنا مدربين كويسين ومدربين محترمين، بس محتاجين ان هم يشتغلوا ياخدوا مظبوط. بره خبرات اكبر، ضغوط اكتر، التعامل مع اللعيبه والادارات مختلفه جماهيريا، تعمل مدرب عنده شخصية ومدرب محترم بدون محترم نقاش عنده فكر وعنده موهبة. صحيح. جمهور سوبر ليج في المغرب كبير، وجمهور اون عامة في المغرب كبير، فأكيد الجماهير كلها سعيدة بكلامك. أنا سعيد بيك وسعيد بتجربتك وسعيد باللي أنت عملته، وإن شاء الله كل التوفيق يا كابتن طارق في التجربة المغربية أو حتى في المستقبل الكبير بإذن الله اللي يكون بالنسبة لك في مجال التدريب. أشكرك شكرا جزيلا، نجم مصر ونادي الزمالك السابق، المدير الفني الحالي أولمبيك أسفي الكابتن طارق مصطفى. سنة تدريب في المغرب، قد سنين في مصر، طبقا لضغوطات ولأجواء جماهيرية ولأمور أخرى، هو أهم ما قاله كابتن طارق مصطفى في لقائنا معه. بعد الفاصل أستقبل صديقي العزيز محمد عبد الجليل، الكلام عن الكاس الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة وأمور أخرى. إن شاء الله الكلام يكون مفيد بالنسبة لحضراتكم، خليكم معنا في سوبر ليج بعد الفاصل. صديقي العزيز محمد عبد الجليل هو ضيفي في الفقره الثانيه من سوبر ليج النهارده، المشجع الكتالوني السعيد بكاس السوبر الاسباني، بيستعد للجواز كمان في خدمه، بيقول لي كان في لي شنيور فسبته وجيت سوبر ليج يعني. فشكرا يا فندم والله. والله هو جميله والله. اسبوع جميل الحمد لله. اهي اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه؟ خدنا السوبر والدنيا جميله. الجواز مش بالسهل يا بيه. خالص. لا خالص. الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله زي الفل. مبسوط بالكاس طبعا. مبسوط لانه جاي في توقيت مهم قوي، توقيت بيدعم المشروع. وخلي بالك طول ما انت ماشي كويس بس مفيش بطولات، المجموعه هتفك. صح. المجموعه بتحتاج بطوله عشان تقول لك ان انت ماشي صح. لازم يكون في حاجه بتؤكد لك ان انت في المسار السليم. فتشاف الحقيقه في التوقيت دوت، وانه يكسب بالدي ان اي بتاع برشلونه، ودي نقطه مهمه قوي. برشلونه ما كسبش كده خلاص، برشلونه نفذ الدي ان اي بتاعه. يعني كثيرين شايفين ان الفوز ده فوز من ريحه جوارديولا. فدي الميزه، دي الحاجه المهمه، ان انت كسبت اداء ونتيجه وسكور وبطريقتك جايين له. طيب، في احداث الاسبوع ده قلنا ان مباراه موسم الرياض كانت مسيطره شويه على الاخبار الموجوده، فعندنا لقطتين من المباراه من موسم الرياض، كل لقطه ليها قصه وليها موضوع مهم نناقشه مع محمد عبد الجليل. اولا في ظهر ميسي وفي ظهر لاعبي باريس سان جيرمان، لقينا انه التيشيرتات مكتوب عليها فيزيت رواندا، ومع السيرش في الحكايه لقينا انه في قصه مهمه جدا جايه من رواندا تجاه بعض الانديه الاوروبيه لاسباب، فتعالوا نشوف ايه الحكايه. يلا. في حقيقه رواندا من الدول اللي نموذج غريب قوي، يعني انت بتتكلم من حوالي 25 او 30 سنه كان عندهم طبعا مشاكل الاباده اللي راح فيها عشرات الالاف، وكانت دوله منهاره تمام. مع التطور في السنين ومع دخول الالفيه، بدات رواندا ان هي تعتمد على احنا ايه اهم حاجه عندنا يا جماعه، احنا عندنا مناظر طبيعيه عظيمه جدا، عندنا غابات، عندنا الغوريلا اللي الناس بتجي لها من كل ناحيه في افريقيا، فتعالوا نشوف هنعمل ايه في السياحه. فبداوا ان هم يحاولوا ينشطوا السياحه شويه. هم دوله عندهم اكتر من نص الشعب تحت خط الفقر، فوجود قطاع سياحي نوعا ما يقدر يدعم. شوف والله الغوريلا جميله جدا، والله شكلها حلو، والله جميله جدا. دي مثلا من الغابه هناك اسمها غابه او حديقه اكاجيرا الوطنيه، دي من الحدائق اللي نسب الاقبال السياحي زاد فيها جدا بعد القصه اللي هنتكلم فيها دلوقتي. جامده جدا. هم بداوا بقى يقولوا ايه يا جماعه، هو ايه اكتر مجال يروج لينا؟ الكوره. حلو. طب تعالى نشوف الكوره، طب هنعمل تعاقد مع مين في الكوره؟ مع الانديه الافريقيه. طب ما كده كده الناس الافارقه بتجيلنا. طب تعالوا نروح بقى لمين؟ لاثنين انديه من الانديه اللي عندهم
كميه فولورز كبيره جدا اللي هم ارسنال وبي اس جي. موضوع ارسنال الاول بدا في 2018 ماشي. وقرروا ان هم يعملوا معاهم شراكه ان على الكم او الكتف بتاع التيشيرت الارسنال يتحط عباره فيزيت رواندا بحيث ان احنا نروج بالظبط اللي قدامنا على الشاشه دي ان احنا نروج للسياحه الداخليه بتاعتنا ونخلي ان النسب الاقبال السياحي تزيد عندنا وييجوا للمحميات والحدائق الطبيعيه بتاعتنا. والخطه فعلا نجحت لان الاحصائيات بتقول ان 5% زياده من المملكه المتحده لرواندا زادت وقتها فيما يتعلق بعد الاعلان ده بتاع ارسنال. على فكره الموضوع ده واجه شويه انتقادات في رواندا انت عارف، لان هم بيقولوا احنا اصلا دوله فقيره، انت دافع رقم كبير تتكلم في حوالي 10 مليون يورو سنويا في وقت احنا اصلا عندنا في مشاكل متعلقه بال الفلوس يعني الفلوس وبالاقتصاد بتاعنا، فانت بتدفع رقم ده. بس هم كان عندهم استراتيجيه ان القصه دي تجيب لنا استثمارات زياده واستثمارات اكتر وافضل. الحقيقه كمان حاجه غريبه قوي انك تلاقي رئيس دوله مشجع متعصب، بول كاجامي اللي هو الرئيس الرواندي، رئيس رواندا بيحب ارسنال جدا لدرجه ان هو في بدايه السيزون هو الراجل دوت متصور مع ديفيد لويز ايام ما كان بيلعب في ارسنال وبيعمل مصايب وقت الاتفاقيه. ده وقت ده بالظبط، ده من حوالي 5 سنين الصوره دي. تمام. الراجل حتى السنه اللي فاتت لما اتغلبوا من برينتفورد في افتتاحيه الموسم نزل تويت قال لك مش ده الاداء ومش دي الفرقه، ويعني اللي هو لا اسحب الاتفاقيه يا ابني. انا رئيس بس في رواندا لكن هنا مشجع. انا مشجع جدا. فهو دلوقتي طبعا زمانه سعيد جدا لان الخطه بتاعته نجحت طبعا، نسب الاقبال زادت، خطه في منتهى الذكاء، وارسنال ماشي زي الفل وهياخد الدوري اهو بقى. الفيل اللي مثبت على الشجره وشكله هياخد الشجره والغابه كلها ويقع بيها. مع باريس كان امتى بقى الاتفاق؟ باريس بقى بعديها بسنتين دخلوا خطوه جديده ان هم لعيبه البي اس جي قبل ميسي. ده قبل ميسي بالظبط، ده في 2020 يا محمودي. قرروا في 2020 ان هم يتعاقدوا كمان مع البي اس جي، وده طبعا رقم اكبر لان الموضوع نجح مع ارسنال. فقال لك ليه ما نستغلش وجود بس كان قبل ميسي السعر اقل يعني، كان الديل برضو فيه فيجن. خلي بالك هو المفروض ان العقد 3 سنين، فالنهارده والسنه دي السنه الاخيره اللي هي 2023 المفترض ان الاتفاقيه تتجدد لان هي اتت بثمارها الحقيقه. يعني انت بتتكلم عن حوالي 1,800,000 اجنبي جم لزياره رواندا في 2021 بحسب الاحصائيات الرسميه. كمان حديقه اكاجيرا الوطنيه اللي كانت بتتعرض صورها دلوقتي الجميله دي ايراداتها زادت بنسبه 25% في ظرف سنه واحده بس من توقيع الاتفاقيتين دول. وبالتالي الموضوع حلو، جاب همه بزياده. الموضوع جاب بالظبط. انت امبارح بتتفرج على لعيبه بي اس جي وهي نازله ماتش العالم كله بيتفرج عليه ومتابع بشده كبيره جدا، تلاقي ان لعيبه بي اس جي ميسي بجلاله قدره مبابي نيمار قال هتخش تتفرج هتخش تشوف. خلي بالك انت عارف يا محمودي فرانس 24 كانوا عاملين ريبورتاج هايل جدا عن الموضوع ده، عملوا انترفيو مع سائح فرنسي قال لهم انا والله كنت بتفرج على ماتش البي اس جي لقيت فيزيت رواندا بالظبط كده فسافرت قلت اشوف ايه الغوريلا وايه حكايتها الجميله ديت، وانبسطت جدا في الاكاجيرا وفي النزل هناك. طبعا في فنادق هناك تحفه. صحيح. فالحقيقه انها فكره حلوه وفكره بره الصندوق لدوله اصلا فقيره وبتعاني من نسب فقر كبير، بس بتحاول ان هي توجد حلول مختلفه من طيب. كره القدم دي كانت لقطه. اللقطه الثانيه كانت كيليان امبابي وهو على دراعه شارط قياده باريس سان جيرمان، واحد زمايله اتكلم في القصه دي يا جاليليو علق على كمين اللي عمل التويتر اعتقد كان ماركينيوس اعتقد ماركينيوس في حد علق على الموضوع ده يعني انه مش بضحك بس اللي هو هزار ان امبابي هو الكابتن وبتاع. فامبابي كابتن باريس سان جيرمان، اولا مين كان في الملعب وقتها عشان تبقى الناس فاهمه الحكايه؟ لا يعني هو كان بابلو سارابيا. كان بابلو سارابيا مش ماركينيوس. مين ماركينيوس المفروض هو الكابتن هو القائد هو الاقدميه يعني وهو المفروض هو الكابتن طول الماتش. لا ماركينيوس المفروض ان هو قائد الفريق بشكل عام. لا امبابي خد الشاره امتى؟ امبابي بدا الشاره يعني المفروض ان هو من اول الماتش وكان في وجود مين بقى؟ العتاوله كله يعني هو كده كابتن على ميسي بالاقدميه، لكن مش كابتن على نيمار، مش كابتن على ماركينيوس. وبالتالي انت بتتكلم على لقطه بتؤكد لك تاني ان مبابي هو الامر بامره، هو الحاكم المهم. على فكره في صوره سابقه برضو من السيزون اللي فات كان مبابي خد الشاره لكن في وقت من المباراه، هي في النهايه امبارح مباراه وديه، لكنها لما تربطها بقى ببعض الاحداث المتعلقه محمودي بقصه زيدان، والقصه الاهم اللي بدات الصحافه الاسبانيه تتكلم فيها تاني ان قصه مبابي مع ريال مدريد ما انتهتش. قصة مبابي مع ريال مدريد ما انتهتش، فالتقارير دي لما بتطلع وبتتصدر للإدارة الباريسية، بتتصدر لمدير فني زي جالتيه ما عندوش
القدر الكبير من ان هو مالي مركزه، وفي وقت اصلا الفريق بيمر فيه بمنحنى فني هابط جدا، لدرجه ان حتى الصحافه الفرنسيه بعضها انتقد فكره ان النادي في التوقيت دوت بيسافر للمنطقه العربيه بيعمل مباريات ترفيهيه اصلا في توقيت الفريق داخل فيه المفروض على كمان اسبوعين معجنه بقى قصاد البايرن في الشامبيونز ليج، وبالتالي انتوا محتاجين تركزوا، محتاجين تقفلوا على الفريق وتعملوا معسكر اعدادي افضل للفتره اللي جايه من الذهاب لجوله ترفيهيه بتدر عوائد ماديه اكبر. لكن اللقطه دي بتؤكد لك ان مبابي اللي هو عايزه بيحصل في النهايه. وخلي بالك بقى اللقطه الثانيه بقى لقطه ان مبابي بيجيب ضربه جزاء في نفس المباراة اللي نيمار بيضيع فيها ضربة جزاء. صحيح. وكأنه بيتكلم على الشرط الشهير بتاعه جدا، ان انا رقم واحد في التسديد. ادي نيمار اهو بيشوط واحدة ماتش ودي، بس بتبين ان انا فين واللي معايا فين. هو برضو غريب يعني، انت خد شرط القيادة وانت شوط انت ضربات الجزاء، او خليك واحد شوط ضربات الجزاء، فبرضو المنطق غريب هنا. اول يتم اعتبار ان كل ده ودي، يعني كل ده يعدي. لا يعدي في ماتش ودي اكيد، بس هي لا اول مره امبابي يتولى التسديد، ولا اول مره ان امبابي يكون هو الكابتن للفريق. حصلت المره اللي فاتت ايام السنه اللي فاتت عفوا ايام بوكيتينيو اكتر من مره. بس لما تربطها باللي بدا يطلع من اسبانيا تاني، ان في الصيف القصه ما انتهتش، وان امبابي متضايق ان بعض الشروط اللي اتفق عليها ما اتنفذتش، علاقته بميسي، علاقته بنيمار بعد كاس العالم، هو كابتن. بالظبط بالظبط امبارح. فالناس حتى بدات تتهكم على السوشيال ميديا، يعني زي مبابي كابتن على نيمار، زي مبابي كابتن على ميسي، هو نجم كبير وكل حاجه. دي مثلا صوره من السنه اللي فاتت، اعتقد كان ماتش اوكسيرو لعبه في نص سيزون، كان مبابي كابتن بس اثناء المباراه، لكن كله يبقى كابتن على كل الاقدم منه. بتوحي بشيء ما. وخلي بالك برضه هو في النهايه، هو كريستيانو كان هو كابتن الاول ستارز بتوع الهلال والنصر، ف المسائل فيها دعائيه اكتر نوعا ما. طيب. نوعا ما طبعا. قلت لي بقى برشلونه كان بيلعب مين؟ والله في الكاس. والله بيقولوا فريق من الدرجه الثالثه، والقرعه ماشيه زي الفل، يعني من اول الكوارتر هو هنبدا نلعب فريق بقى ايه، سوسيداد يعني. صحيح. بس في الكامب نو فالدنيا على فكره. طيب. القرعه صعبه قوي بصراحه، نار ضرب نار. سوسيداد برشلونه هو اتلتيكو ريال، واتلتيكو ريال بس هو عارف كانت هتزيد متعتها اكتر لو كانت الماتشات دي بره ملاعبهم. طيب. يعني لو كان الريال راح كامب نو والسانتياغو. طيب. بالظبط. والانويت في اربع اسئله ضروريه تسال عن برشلونه في هذا التوقيت بعد اداء الكاس وبعد الفوز بالرباعيه، والدنيا كانت ماشيه في اطار 4-5 امبارح في الكاس. الحمد لله خمسه 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 فرانكيسي لاعب بعد الفوز بالخماسيه في الكاس في عين العدو. في بعض الأسئلة المهمة اللي لازم تسأل عن مستقبل برشلونة في الأيام اللي جاية. أول سؤال عندي في موضوع برشلونة له علاقة بفرانكيسي، لأنه الأخبار بتقول صحيح. إنه هيمشي وإنه بروزوفيتش هيجي، رغم إنه كيسي في مباراة امبارح صنع وسجل وعمل مباراة كويسة. بص، فرانكيسي الحقيقة ما اداش دلالة على إنه هو صفقة عظيمة. هتقولي إنه ما خدش فرص كتير. أنا متفق معاك في دي، بس حتى المباريات اللي كان بياخد فيها تحس ان فرانكيسي لاعب وسط من الستايل القديم. برشلونه في طريقه لعب تشافي وبرشلونه بهويته عموما، اهم حاجه عنده لاعب الوسط اللي هو بيقدر يعمل ايه، يقدر يصنع لك استحواذ. ده بالنسبه لي اهم حاجه. فرانكيسي مش اللاعب اللي عنده المهاره الكبيره اللي يقدر يستحوذ بيها، ولا اللاعب اللي عنده قدره عاليه جدا على ان هو يفتك الكوره ويرجع لك الاستحواذ وانت مش عارف تستفيد بقوته البدنيه لغايه دلوقتي. فواضح ان نسخه الميلان مش راكبه على فرانكيسي بتاع برشلونه. فلو تم الاستغناء عنده انت تمام، مفيش مشكلة. لا لا لا، ما عنديش مشكلة خالص. طيب. المشكلة الوحيدة بقى في البديل. بروزوفيتش لعيب كبير، لعيب كويس، لعيب عنده إمكانيات أعلى حتى من فرانكيسي. هو 30 سنة برضو، عامل السن مهم. أنت بتلحق الموسم الأول وبتلحق الموسم اللي جاي. خلي بالك هو مش كبير، يعني أنت ممكن بروزوفيتش يديك سنتين ثلاثة على الأقل. بس أنت محتاج إن أنت زي ما بتتكلم تلحق وتنقذ الموسم، خصوصا في فترة أنت بتمر بيها بمرحلة كويسة قوي وركبت جدول الليجا مفهوم. والريال وقع في السوبر، وبالتالي الفريق مش في افضل حاله. امبارح لو شويه حظ كان ممكن جدا ريال مدريد بره الكوبا دوري. طيب. وبالتالي انت محتاج ان انت تنقذ الموسم بلاعب يشارك اساسي ويقدر يسند الدنيا مع بوسكيتس، لان انا ما زلت مقتنع ان فرانك دي يونج مش لاعب ارتكاز. فرانك دي يونج ده لاعب مبدع، مش لاعب ارتكاز صريح، مش ده اللاعب اللي تقيده بادوار ان هو يبقى بوسكيتس او فرانكيسي. طيب الثاني هو توريس. توريس لانه الفرص كتير لكن المنتج قليل. بص، فيران توريس من اكتر اللعيبه اللي خدت فرص وما ادتش اي، امبارح حتى بتلعب فرقه درجه ثالثه وحتى مش عارف تقدم قدامها، شيء مخزي جدا. مشكلتي مع فيران توريس مش ان هو لاعب كان واو وفجاه نزل، لا هو اصلا كان لاعب عادي، يعني كان لاعب جيد في السيتي، يعني بياخد مباريات. جوارديولا قال لك اتفضلوا يا عم، هو من ريحه الحبايب، شوفوا هتعملوا معاه ايه. مشكلتي مع فيران توريس ان هو بيتاخر، يعني حتى هو مش في نفس المستوى، مش ثابت.
كل لعيبه بتستفيد من المشاركه. شفنا عثمان ديمبلي استفاد، شفنا جافي عظيم استفاد جدا، شفنا لعيبه اتطورت مع تشافي، لكن توريس عنده ازمه ثقه. سبورت امبارح اتكلمت عن حاجه غريبه جدا، وهي ان هو بدا يتوجه لاخصائي نفسي. الراجل حس ان هو المساله عنده ازمه ثقه نفسية. اه ازمه ثقه، ازمه ذهنيه بحته. وده محمودي اللي بيرجعنا لجمله شهيره جدا جدا جدا، اللي هو يقول لك ان التيشيرت تقيل، التيشيرت الضغوطات صعبه. بس هل في الوقت ده تحتفظ بيه وتترك ديباي يرحل بناء على رغبته؟ انا عارف، بس هل ده كان الافضل؟ تحتفظ بيه؟ لا، انا مشكلتي في اوباميانج، مشكلتي ان انت مشيت اوباميانج وادي ديباي مشي وفيران توريس. ليه ديباي مشي؟ ليه اصر انه يمشي؟ عشان يبقى المعنى مفهوم يعني. بص، هو ما بيلعبش السنه دي، ما بيلعبش خالص. حتى النهارده سيميوني شبهه تشبيه حلو قوي في ترحيبه بالصفقه، قال لك هو دييجو كوستا بدا كلاعب وسط وبعدين بقى لاعب مهاجم. ديباي الحقيقه ما يتزعلش عليه، في النهايه هو جاي لك مجانا، انت بايعه برقم هزيل لكن انت بتتكلم في 4 مليون يورو يساعدوك على ال 12 بتوع السوبر وتزق المركب، لان خلي بالك اداره لابورتا متكتفه طبعا، اداره متكتفه والرافعات مخليه الدنيا صعبه، الرافعات رفعت الدنيا كلها، فانت بتحاول تزق المركب على قد ما تقدر. ما يتزعلش على ديباي لان هو مش لعيب السوبر، لعب جيد، جه نوعا ما، ما كانش يعني ايام كومان كان شويه بدا يتطور مستواه، لكن نزل تاني، ما استفادش من الفترة الأخيرة. ما تقدرش تقول إن هو صفقة خسرانة، إن رقم مش قليل، ده لعيب في الصيف كان هيمشي مجانا. صحيح. وبالتالي أنت استفدت نوعا ما بالمتغيرات بصرف النظر عن موضوع كاراسكو وأولوية شراء كاراسكو. لا، ده موضوع تاني. طيب. بس الحقيقة إن بيع ديباي لا ما يتزعلش عليه. رحيل فيران توريس هيخرج إعارة على فكرة غالبا في الصيف. رحيل فرانك كيسي في حالة إنك جبت بروزوفيتش هو حل آني أو فوري لمشكلة إن لو ما فيش بوسكيتس ماذا تفعل؟ طيب. جمهور برشلونة في الوطن العربي بعد الكاس وبعد الفوز على الريال وبعد آخر شوية مباريات في الدوري الأسباني بيسأل هل برشلونة أصبح هو مرشح أول للفوز بالدوري السنة دي في الصراع مع ريال مدريد، ولا لسه ريال مدريد فارق بحاجة، في حاجة فرقاه عن سكواد برشلونة الحالي؟ أنت يا رأيك كمشجع كتالوني أولا وكمحلل ثانيا. بص، هي مراحل يعني. بعد خسارة الكلاسيكو بتاع البرنابيو من 3 شهور لا يوجد مشجع يقول ان برشلونه ممكن يكمل في المنافسه، لكن انت كلها بتستغل مراحل وبتستغل فترات. انت دلوقتي جات لك فرصه ذهبيه وهي ان الريال المستوى بينزل وانت كسبته في مواجهه مباشره وخدت منه لقب، هو الاول لتشافي والاول لمجموعه لاعبين كثر جدا والاول منذ رحيل ميسي. وتحت الاول منذ رحيل ميسي دي شده 1000 خط. صحيح. انك وقتها بتدي بوش للمجموعه كلها. المشروع فكرة ان انت تقود بمدرب يحقق اول سنة، تاني سنة بيخرج من التشامبيونز ليج بدري، وانت برضو بتدعمه وانت برضو بتكمل وراه، فبيجيب لك لقب زي دوت وبتصدر الدوري. فهي القصة كلها استكمال. لو قدر برشلونة ان هو يحافظ على الدفعة دي ويحقق اكبر قدر ممكن من الفارق الى حين موقعة الكامب نو اللي هو الكلاسيكو اللي هيكون محدد كبير جدا، هيبقى برشلونه طبعا بطل الدوري في النهايه، وهيبقى انجاز وانتصار كبير جدا بصرف النظر عن نتائج الفريق القاريه، لان برشلونه هيصطدم باليونايتد في واحده من افضل نسخه حاليا مع إريك تن هاج الشهر اللي جاي. مش هدف برشلونه هو اليوروبا ليج، ما كانش هدفه هو التشامبيونز ليج، هو كان هدفه الذهاب بعيدا الى ابعد نقطه. هدف برشلونه اولا هو العوده للهيمنه المحليه. من الهيمنه المحليه اقدر ان انا ازود لك صفقات في الصيف، اقدر ان انا انتعش ماديا واقتصاديا. 12 13 مليون من كاس السوبر ده قد يظن البعض رقم سهل، لا، بالنسبه للوضع الحالي طبعا برشلونه محتاج كل يورو. ده انت كنت عشمان تاخد اليوروبا ليج عشان الفلوس اللي جايه، ويبقى فرق ال 5 مليون يورو اللي هو من خروجك من دوري الابطال. يا راجل انت جافي لغايه الشهر اللي فات عنده مشاكل مع النادي في موضوع تسجيله وموضوع القصه دي، يعني دايما بيبقى عندك نوع من انواع الضغط المادي، اداره مكبله. هل انت مع تصريح تشافي بانه بعض اللعيبه اللي في الفريق ده اسيء تقييمها في الاول؟ طبعا. مين؟ من ابرزهم في رايي عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي من اللعيبه اللي قدرت ان هي تطلع لخطوات كثيره للامال. انا معاك ان هو في بعض المباريات مخيب للامال جدا، لكن سلاح. من اللعيبه الممتازه جدا كمان يا محمودي انسو فاتي. انسو فاتي انت عارف ان انسو فاتي اللاعب الوحيد في برشلونه اللي شارك في 26 ماتش السنه دي، سواء كاساسي او كبديل. انسو فاتي جه علينا فتره ان هو قال لك لا ده موهبه كسر، يعني موهبه بتتكسر بسهوله، لاعب زجاجي. لا، فاتي الفترة الأخيرة بدأ يرجع تاني، بدأ يخش تاني في منظومة الفريق وبقى سلاح أساسي. وتألق أنسو فاتي طبعا في وجود روبرت ليفاندوفسكي هو اللي خلى رحيل ديباي ما فيهوش مشكلة. على فكرة ديباي كان هو اللي ناوي يمشوه أصلا في أول سيزون، بس جت الضحية أوباميانج. يعني هو وقتها كان عنده مشكلة مع يوفنتوس في مطالبه،
في المانيا. وما يتزعلش عليه زي ما انت قلت. لا ما يتزعلش عليه. طيب لسه عندنا ريال مدريد اللي حقق الفوز بصعوبه على فياريال في الكاس بثلاث اهداف مقابل هدفين. كلام كتير عن ريال مدريد ولكن بعد الفاصل. خليكم معانا على اون تايم سبورتس. في ريال مدريد عندنا نقطتين مهمين، اولهم ليها علاقه بسيبايوس اللي صنع الفارق، وسيبايوس سجل الهدف الثالث وكان اداؤه مرضي. وبالمناسبه حتى في السابق الناس عارفه قيمه سيبايوس كلاعب كره حريف في نص الملعب. والحاجه الثانيه تخص رودريجو اللي شويه كان غاضب، واسرار غضبه ممكن نتكلم فيها مع محمد عبد الجليل. اتفضل يا فندم. سيبايوس عارف انت اللي هو جه في الوقت المناسب اللي هو ده وقته. ليه بقى؟ لان اصلا انت بتتكلم عن مرحله في السيزون مودريتش بالظبط، كروس بالظبط، حتى فالفيردي المستوى البدني مش هيسعفك للعيبه بتتكلم على 34 سنه وانت طالع. يقارن المدير الفني الجديد لمنتخب اسبانيا ليافونتي بالظبط مقتنع بيه جدا. هو الماركه قالت ان هو حاطط قائمه لعيبه من اللعيبه اللي لازم يستدعيها في توقف مارس اللي جاي. هيعمل ريمونتادا سيبايوس مع دي تبقى معجزه. خلي بالك هو اعتقد ان هو فري في الصيف، وبالتالي انت كده بتجبر الاداره ان هي تجدد لك لو انت اثبتت نفسك. فانت محتاج ان سيبايوس وكامافينجا يخشوا في التوليفه بتاعتك، لان انت اصلا بتمر بمرحله تراجع فني وبدني واضح للاعمده الاساسيه. ويستاهل الفرصه لانه لعيب كبير، يمكن اتظلم من الاداره شويه انه دايما معروض للبيع، وانشيلوتي قال هو دايما مهم يمشي يعني شويه كان عارف. محمودي كمان انت بتتكلم على يوم تالق فيه كيسي وتالق فيه سيبايوس، بس كيسي لعيب بيلعب قصاد فريق درجه ثالثه والنادي اصلا كسبان خمسه والدنيا ماشيه كويس، لكن ده لعيب امبارح بينقذك من الغرق في الغواصات، وبالتالي هو انقذ موسم ريال مدريد ربما. لان صحيح. خساره السوبر مع الخروج بدري من الكاس في اسبوع واحد كان هيعمل قفله كبيره جدا بالنسبه للفريق. فهو جه في توقيت مهم قوي الحقيقه. أوكي. وثقه دي ليفانتي فيه بتؤكد ان هو هياخد مع ريال مدريد الفتره دي. رودريجو رودريجو الحقيقه انا بشيد بتعامل انشيلوتي جدا، هذا الرجل احبه. انا بحترم جدا كارلو انشيلوتي الحقيقه. لا مدرب عنده قدره على ان هو يصاحب اللعيبه بشكل غير طبيعي. كتير جدا غير انشيلوتي كان ممكن ياخدوا اللقطه بتاعت امبارح دي بتنشل. قول للناس اللي حصل الاول. اللي حصل ان رودري كان سيء جدا خلال المباراه، فرودري وهو خارج الراجل قام مطلعه طبيعي جدا، فهو خارج انشيلوتي بيبص له فما سلمش عليه، بيندع عليه ما ردش، فسابه قعد وهدي ودقيقتين قام رايح له وقال له انت ما ينفعش لما اقول لك سلام عليكم ما تقوليش وعليكم السلام. يعني حتى الترجمه ترجمه الشفايف اللي نزلت من الشرنجيتو كانت بتوضح ايه لغه انشيلوتي مع رودري. بيقول له انا لما اقول لك او لما سلم عليك لازم تبادلني التحيه، يعني انت لما انا اقول لك او احييك بصرف النظر عن مستواك، لان هو مدرك تماما ان هو متضايق من مستواه او متضايق من المردود اللي هو قدمه. والحقيقه ان حتى الماركه وهي بتقول لك ان رودري لاعب متطلب جدا، لاعب دايما عايز يطلع 200% من اللي عنده، عنده معد بدني خاص وعنده صاله العاب رياضيه خاصه بيشتغل مع نفسه بشكل كبير جدا. فان هو يجي عليه مباراه بس ما بيقولش عليكم السلام، ما بيقولش عليكم السلام مشكلة. بس شوف بقى تعامل انشيلوتي مع الامر ازاي، ان هو ينهر اللاعب وفي نفس الوقت ما يحرجوش، ازاي ان هو يسجل موقف وفي نفس الوقت ما يعملش قفله في توقيت اصلا الفريق محتاج لكل لاعب فيه. فالحقيقه ان طريقه تعامل انشيلوتي مع الموقف بها الكثير من الاشاده، لان صحيح. ازاي مدرب يحتوي غضب لاعب هو اصلا غضبان منه بسبب طريقه استبداله. دي نقطه مهمه قوي، ده درس على مساله الغضب، لانه لقطه محزنه الحقيقه. التشان اسطوره كبيره جدا عربيا، كل المصريين يحبوها، كل الجزائريين يحبوها، حتى لو ناس اختلفت معاه كمدرب كمحلل، لكن يذكر اسم رابح ماجر، تيجي الكاميرا عليه فيزوم الملعب على وجود رابح ماجر في المدرجات، ده حاجه او دي حاجه من الحاجات اللي ما كناش نحب ابدا انها تظهر في الكوره، واللي كلنا تمام الثقه انه النماذج اللي عملت ده لا يعبر ابدا عن كل الجمهور الجزائري، بل هو يعبر عن بعض الاشخاص ما يعرفوش مين رابح ماجر كويس، ما يعرفوش عمل ايه في اوروبا، ما اتفرجوش على رابح ماجر زي ما احنا شفناه. مشهد كان حزين الحقيقه يا جلال. تعرف الله يرحمه ملك الترسو لما بيقول لك اه يا زمن، انا حاسس ان رابح ماجر وقتها بيتقمص شخصيه فريد شوقي اللي هو اه يا زمن انا يذكر اسمي في قلب الجزائر في مباراه المنتخب الجزائر بصرف النظر محليين او منتخب اول ويتم الاستهجان والتصفير عليا. فهي لقطه الحقيقه رد فعل ماجر هو اللي احزننا اكتر، انه تاثر جدا، لكن في دفاع عنه بالضبط. من الاعلام دلوقتي الحقيقه انا عجبتني يعني. جدا وجهه نظر المعلق حفيظ دراجي لما بيتكلم على ان
في خطأ ماجر قيمة كبيرة، لكن الجمهور صفر على ماجر المدرب او ماجر المحلل او ماجر اللي ليه مواقف ما كانتش هي افضل حاجة ربما في وجهة نظرهم. لكن في النهاية يبقى قيمة الأساطير ليها قدرها. ده البوست الخاص بحفيظ دراجي المعلق الجزائري كان بيتكلم فيه على إن لازم إن إحنا لما ننتقد رد فعل الجمهور ما نتهكمش عليه برضو. الجمهور برمتي اللي كان في الملعب صفر واستهجن على رابح ماجر. هم هنا ما بيهاجموش رابح ماجر الأسطورة أو اللاعب الليجند الكبير في الجزائر وفي أفريقيا، لكن بيهاجموا جزء من شخصية رابح ماجر اللي هو المحلل أو المدرب أو اللي كان ليه مواقف معينة حتى ولو مش وقته. الحقيقة إن المخرج لما جاب اللقطة عليه في الملعب مع تقدم الجزائر ربما الجمهور حس ان الحدث الاهم هو ان احنا نعبر عن موقفنا تجاه ماجر مؤخرا. بس بمنتهى الامانة انا شخص اميل للتعاطف في موقف زي دوت، وبالتالي اغلب قلبي على عقلي واقول ان ماجر ما يتعملش معاه كده مهما كان. لعبتنا الاخيرة قبل ختام الحلقة مع جاليليو عن الاسبان، مدرسة عظيمة في الكورة وفي التدريب، كانت بداية الثورة الاخيرة في كرة القدم من جوارديولا والمدربين اللي حاليا بيستحوذوا على كل الاهتمام، ارتيتا مع ارسنال وجوارديولا مع السيتي ما يزال موجود، انريكي بالكرة العظيمة اللي قدمها مع المنتخب الاسباني، وفي اسماء كتير في اسبانيا حاليا بتصنع كل التفوق في اختراعات الكورة الجديدة. فمن كان أعظم مش مدربين لكن أعظم 10 لاعبين وصلوا في تاريخ إسبانيا في كرة القدم اللي احنا اتفرجنا عليه طبعا مؤخرا، مين كانوا أعظم 10 في تاريخ الإسبان؟ يلا يا فندم رقم 10. منبع الكرة الجميلة يا أخي، صحيح لعيبة ومدربين بصراحة منبع الكرة الجميلة واللي لسه بيقدموها لغاية دلوقتي مع وجود أصوات بتقول إن خلاص فترة الاستحواذ والتيكي تاكا دي انتهت، عايز تكسب اخطف واجري، ما بقاش فيه استحواذ وكلام. لا ما ظنش، ما زالت. ما ظنش. اتفرج على جوارديولا، اتفرج على ارتيتا، اتفرج على تشافي، اتفرج على يا سلام حتى سوسيدات. المدارس تلت الليجا دلوقتي فالدنيا ماشيه. لا يلا بينا نبدا ب 10. بص انا قلت اقول 10 انت قلت لي 7. ماشي انا هبص هنا وانت قول الاسماء. فاحنا 7 دي هتزعل ناس كتيره مننا، وانت عارف فرناندو هيرو من الناس اللي بتتابعك فمش هينفع 10 فرناندو هيرو. لا 10 فرناندو توريس. فرناندو توريس، فرناندو توريس النينو طبعا لاعب من العظماء ومن الهدافين التاريخيين للمنتخب الاسباني، ولاعب انا اذكر له يورو 2008 يعني طيب الذكر جدا. فرناندو توريس من اللعيبه المهاجمين اللي دايما كان عندهم قدره محموده على ان هو يادي لك بره ال 18 زي ما بيادي لك جوه ال 18. ومن هنا بنيجي لنمره 9 الافضل منه في الجزئيه دي، وان كان ما حققش نفس استمراريته وهو الهداف التاريخي الممتع ديفيد فيا. ديفيد فيا ده من اعظم المهاجمين اللي شفتهم في القرن الواحد والعشرين، ممتع، لعيب ممتع، لعيب مهاري وهدر وهداف وبره ال 18 وجوه ال 18 وجناح وكل حاجه، وكل حاجه يساعد ميسي ما يضرش، يلعب مع انيستا ما فيش مشكله، يدي دبل باس مع تشافي ما عندوش ازمه، يسجل في نهائي تشامبيونز ليج قصاد فاندر سار، لعيب عظيم ولعيب كبير، وكاس عالم 2010 طبعًا. واليورو طبعا. أخلي بالك إن لازم القايمة يسيطر عليها اللعيبة اللي قدرت تحقق الثلاثية التاريخية بدون نقاش، وكمان في قايمة الهدافين التاريخيين. أنا معاك. 8 8 بقى اللي بيتابعك فرناندو هيرو. فرناندو هيرو من أشيك المدافعين اللي شفتهم في حياتك، لعيب بيلعب بالكرافتة، عارف مدافع الكرافتة مع طبعا الاحترام لستايل مالديني، لكن هو بينتمي إلى هذه المدرسة، المدافع اللي بيرقص وهو بيقطع الكورة، ما يقدرش يقول لك ان انا لعيب. عشت المسيره كامله لهيرو وحاجه عظيمه وفريده من نوعها، دافع كبير. انا زعلان انه ما كانش في الحقبه التاريخيه بتاعه ديلبوسكي وقبليه اراجونيس مع منتخب اسبانيا، لكن مع الريال لا مع الريال خلاص شاف الجلاكتيكوس وشاف تشامبيونز ليج وشاف كل حاجه يعني. اوكي 7 7 وهو نظير فرناندو هيرو، هو المدافع قلب الاسد اللي بيلعب على كاتيجوري اخر من كاتيجوري المدافعين، المدافع اللي بيشيل المهاجم بالكره بالخصم بالملعب بالنجيله بكله. قلب الاسد واحد من اهم عناصر الجرينتا اللي في جيل اسبانيا الذهبي اللي من 2008 ل 2012. 6 كارلوس بويول. 6 لاعب من اللعيبه اللي انا ما بحبهاش ولكني احترمها بالغصب يا بيه، لانه رجل هو اكثر من لعب مع منتخب اسبانيا واكثر من خد مباريات ورمانه اساسيه جدا في القوام الاساسي اللي حقق الثلاثيه التاريخيه لاسبانيا. ده تفضيل علني لراموس على بويول مع اسبانيا. مع اسبانيا من كتالوني تفضيل علني لراموس على بويول مع اسبانيا. نسخه راموس، انت بتتكلم على افضل 10 لاعبين اسبان، فنسخه راموس مع منتخب اسبانيا كانت نسخه الحقيقه. بتتكلم كمان على البيك، الاستمراريه كانت طويله قوي راموس مفهوم فيستحقها.
ستة لا ما احنا قلنا ستة هو راموس، خمسة بقى نخش في توب فايف. يلا راؤول جونزاليس طبعا 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 راؤول جونزاليس ما ينفعش نتكلم على توب حبيب الكل ولا نذكره، حبيب الكل ومن اللعيبة اللي دايما تحبها، كاتالوني مدريدي، في لعيبة كده عارف اللعيبة الطيبة راؤول منهم، مودريتش منهم، انيستا منهم، كاكا منهم، لعيبة اللي انت الكل يحبها محدش يزعل منها، فرق عظيم مع الريال واستمرارية وكل شيء طبعا، ومن توب فايف سكورز. يلا خش في الجميع سكوررز اللي في اسبانيا. أربعة أربعة لعيب أنا شايف إنه هو مظلوم جدا لأنه جاء في زمن تشافي وإنيستا، وهو ديفيد سيلفا. ديفيد سيلفا ده أوف من اللعيبة مفاجأة اللي بس مفاجأة حلوة اللي ما تقدرش بدون نقاش ما تستمتعش بيه. صح أنا مش قادر أفهم ليه الناس ما بتديش للراجل ده حقه. الراجل ده قال عن ايه؟ الراجل ده جه عليه وقت من الاوقات كان بيديك نسب استحواذ وتمرير خياليه للامام، الراجل عنده الكوره مربوطه في رجله، قدر ان هو يقدم امتع مواسم مع السيتي وامتع كوره للاعب وسط على الاطلاق، لكنه اتظلم بصراحه بمقارنته مع تشافي وانيستا. فالحقيقه ان انا لازم احطه في توب 5 كمان مش توب 10. يلا ثلاثة ثلاثة الحارس التاريخي والاسطوره والايقونه وعملاق العمالقه واللي انا بحبه جدا 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 إيكر كاسياس طبعا، واحد من اعظم العظماء، عمل كل حاجه في ده بقى اللي قفل الكوره يعني ده مفهوم مش محتاج شرح، ده مش محتاج شرح يعني خش على بعض اديني في الخناقه بقى. لا الخناقه معروفه مفهوم ما فيهاش كلام، زي ما في ميسي ورونالدو في تشافي وانيستا. يعني احنا دلوقتي بنقول جافي وبدري جافي وبدري جافي وبدري، يا رب يعوضونا عن اعظم اثنين في تاريخ وسط الملعب الحديث. فضلت مين عن مين وليه سريعا؟ فضلت انيستا لانه كان رجل اللحظات الحاسمه. انيستا بالنسبة لي مع رقم واحد عن تشافي هو رقم واحد طبعا. تشافي من اللعيبة اللي ما تقدرش أبدا إنك تستبعدها من ذاكرتك لما تتكلم على توب 3، بس الحقيقة إن انيستا قدر إن هو يفوز باللحظات الحسم، بالذات هدفه في هولندا في الفاينل يخليك دايما تقول إن هو لازم ياخد المكانة اللي يستحقها. لاعب ظلم إنه ما خدش بالون دور، لاعب ظلم إنه ما خدش أفضل لاعب في العالم، هدفه في تشيلسي يا أخي، هدف تشيلسي الغدارة، قال لك ده وقتها نسب الـ 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 الفرح والخصوبة في كاتالونيا زادت بسبب هذا الهدف اللي فرح الناس بطريقة غير طبيعية. فانيستا هو رجل اللحظات الحاسمة وتشافي هو رجل اللحظات السعيدة، فيستحقوا الرئيس والنائب. وانت دايما جميل والله، نورتني وشرفتني يا حبيبي، دايما بحب وجودك معايا في الحلقات بصراحة يعني. ومبروك على الجواز مقدما. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا هتيجي. ليك ان شاء الله باذن الله. طبعا كل التحيه ليك محمد عبد الجليل نقدنا الرياضي محللنا في اون سبورت اف ام، كمان معانا في الراديو محمد عبد الجليل تستمتعوا بيه. بكره عندك ليفربول تشيلسي، بكره عندنا موقعة الخسرانين الغلابه ان شاء الله، ليفربول تشيلسي بكره على الراديو، يوم جميل في اون تايم سبورتس وفي اون سبورت اف ام في تغطيه مباراه الاهلي والزمالك. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يتجدد اللقاء باذن الله اثنين وجمعه التاسعه مساء شاشه اون تايم سبورتس 2. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استوديوهاتنا في القاهره، وإلى اللقاء.